عادة سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بزيارتها خلال موسم الأعياد لمركز دور الرعاية التابع للوزارة في بادرة منهم لإدخال البهجة والسرور في نفوس كبار السن وذوي الإعاقة، لقيت ترحيبا وسعادة غامرة لدى الحاضرين. هذه عادة سنوية أن احنا نزور دور الرعاية، سواء إدارة رعاية المعاقين أو نهني الموجودين في المركز الطبي التأهيلي، والله لا يقطعها من عادة. لكن احنا صراحة نتمنى ان في المستقبل بدال ما نقول ان احنا قاعدين نزور إدارة رعاية المعاقين في منطقة الصليبخات، احنا نحب ان نزور ابنائنا في مراكز خاصة فيهم موجودة في جميع محافظات الكويت. الهيئة تؤكدت على دور اللجان التسعة العاملة لديها والتي تغطي جميع التخصصات لحالات ذوي الإعاقة، إلا أن العطلة الصيفية ومواسم الأعياد أخرت بعض المواعيد. عندنا 9 أنواع من اللجان اللي تغطي 9 أنواع من الإعاقات، أوكي؟ فطبعا الأطباء موجودين بما لا يقل عن 100 طبيب موجودين في جميع الاختصاصات باللجان هذه. الفترة اللي فاتت أنا أكون صريحة معاكم، ممكن المواعيد صارت بعيدة شوي، والسبب إن فترة العيد والإجازات الصيفية والحين إجازة عيد الأضحى، وإن شاء الله إحنا في المستقبل نحاول إن نرجع بالعدد اللي كنا بادين فيه من البداية قبل فترة الإجازة الصيفية. وفي ظل هذا الاهتمام من قبل الوزارة والهيئة، إلا أن الأمل بزيادة مراكز المراجعة التابعة لهيئة ذوي الإعاقة بمختلف المحافظات لا يزال مطلبا أساسيا لدى الأهالي للتخفيف من معاناتهم والتسهيل عليهم أثناء المراجعات. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.